سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إلى جولة جديدة في السوق من قناة الغد بالقاهرة، وفيها نتابع: لبنان يرفع السرية المصرفية لحسابات الوزراء والنواب. الجزائر تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار دولار. في التفاصيل، طالب المتظاهرون في لبنان باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء لوقف الهدر ومحاربة الفساد، وذلك على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في البلاد. وانطلاقا من هذه الدعوات، قال رئيس الجمهورية ميشيل عون إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا. وستظل البنوك في البلاد مغلقة غدا الأربعاء بعد أن اتفقت الحكومة على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات تشهدها البلاد على مدار عقود. إلى ذلك، توقع نديم المنلا مستشار الحكومة اللبنانية أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة إيجابيا للغاية، مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة، وهي أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة. وأضاف المنلا أن حملة السندات لن تتأثر بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0% في 2020. وللتعرف على آخر مستجدات الموقف في لبنان وأزمته الاقتصادية، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بيروت المحلل الاقتصادي أنطوان فرح. سيد أنطوان، إلى أي مدى يمكن إصدار مثل هذا القانون أو التشريع إذا جاز الوصف برفع السرية عن حسابات المسؤولين؟ أولا خلينا نقول أنه نحن بلبنان عندنا قانون من أين لك هذا. قانون من أين لك هذا هو بيشبه رفع السرية المصرفية، يعني عندما تكون هناك شبهة على أي مسؤول بالنسبة يعني الفساد وبالنسبة للمال العام، يمكن رفع السرية المصرفية عنه بموجب هذا القانون. وخليني أقول أنه هذا القانون تقريبا عمره حوالي 20 سنة، وحتى الآن لم يكشف أي حالة فساد واحدة. وبالتالي ما أريد أن أقوله بوضوح أنه المشكلة ليست في القانون وليست في رفع السرية المصرفية، المشكلة في سلطة سياسية هي تتمسك بكل القرارات، تتمسك بالقرار القضائي، بالقرار السياسي، وبالتالي يصعب تطبيق القوانين عندما تكون السلطة هي صاحبة، هي الحكم، يعني هي صاحبة القرار بهذا الموضوع. نعم. وبالتالي أنا أستبعد أولا رفع السرية المصرفية عن الجميع، وثانيا إذا رفعت السرية المصرفية أستبعد أن تؤدي إلى نتيجة في موضوع مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لأن كما قلت لك القوانين موجودة، لكن السلطة السياسية المتهمة بالفساد هي من يجب أن يطبق هذه القوانين، وهي القادرة على التطبيق أو على عدم التطبيق. نعم. يلحقا بهذا الكلام، ما مدى توقعك لقيام الحكومة بتنفيذ الورقة التي تحدث عنها رئيس الوزراء بإصلاحات اقتصادية أمس الاثنين؟ يعني بالحقيقة الورقة الإصلاحية اللي تقدمت أولا فيها بنود كتير مطاطة وغامضة، يعني فيها على طريقة تسريع المشاريع، يعني فيها كتير كلام غامض غير واضح، فيها بعض الكلام المرتبط برزنامة زمنية. هذا الكلام يجب أن يتابع بدقة، ويعني إذا بدك الحراك الشعبي يجب أن يتابع هذه النقاط بالذات التي فيها رزنامة زمنية. لكن الملفت بالورقة الاقتصادية، خليني أقول من الوجهة الاقتصادية أو الخطير فيها، أنه بدنا نقدم موازنة 2020 تقريبا 0% عجز، وهذا 0% جاي فقط من الضرائب استثنائية على المصارف، يعني كأنه بطريقة وكأن أنت عم تفرض خوة على المصارف، يعني المصارف لم توافق على ضريبة استثنائية لسنة واحدة، فرضوا على المصارف ضريبة استثنائية لسنة واحدة بحدود 400 مليون دولار، وقالوا أن الحل الثاني هو 3 مليار دولار لتوفير خدمة الدين العام عبر المصارف وعبر مصرف لبنان. ونحن بنعرف أنه بال2019 كان مطلوب من المصارف ومصرف لبنان الاكتتاب ب 1% بقيمة تقريبا 7 مليار دولار، وهذا الأمر لم يتم. المصارف قالت أنه نحن مش قادرين، ومصرف لبنان قال أنا مش قادر من احتياطي استعمل. هلأ من وين بده يجي هذا المال لحتى يتم استخدامه؟ طبعا من الاحتياطي الموجود بمصرف لبنان ومن الكتلة الودائع الموجودة بالمصارف، وبالتالي هذا الموضوع بشكل خطر. هذه كانت آخر خرطوشة،
لازم تستعمل مع خطة إنقاذية جدية، ما بتستعمل لكسب الوقت لسنة إضافية. ومثل ما عم بيقولوا المانحين الدوليين، بلشت اسمع بصندوق النقد الدولي انه هالاجراءات هيدي منا اجراءات اصلاحيه، هيدي اجراءات لمره واحده. اذا اليوم عملت هالامر سنه الجاي ماذا ستفعل؟ هذا هو السؤال. نعم. وما رايك فيما قاله او توقعه مستشار الحكومه اللبنانيه من ان يكون رد فعل المانحين الدوليين على هذه الاصلاحات ردا ايجابيا؟ يعني انا سمعت هذا الكلام، وانا يعني بلشت بهذا الكلام لا تقريبا لا ارد على هذا الموضوع، انه بالنتيجه المانحين الدوليين ما لح يرتاحوا لهذه الاجراءات لان منا اجراءات اصلاحيه. وانا خايف بالحقيقه اكثر من هيك، خايف انه المؤسسات الدوليه ترجع تعمل نوع من التحقيق للي كانت عم تعمله قبل بسنه، اذا كانت المصارف عم تتعرض لضغوطات معينه لدفعها الى القبول، او نوع من الابتزاز لدفعها الى القبول بهذا الواقع. يعني المصارف بدها تدفع 3 مليار دولار، ما حدا وضح كيف بتدفعهم، ونحن بنعرف انه المصارف الكبرى مجموع ارباحها بالسنه اقل من مليارين دولار، وبالتالي هذه تتجاوز ارباح السنويه بتدفعهم بسنه واحده. هل مطلوب القطاع المصرفي يكون خاسر ويروح الودائع؟ انا بعتقد انه المانحين الدوليين والمؤسسات الدوليه رح يكون في عندها حذر شديد من هذه النقاط بالذات، ومن اتباع موضوع انه اجراءات لمره واحده وليست اجراءات اصلاحيه. اشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي انطوان فرح، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من العاصمه اللبنانيه بيروت. قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال إن مشروع موازنة 2020 يندرج ضمن منظور تعزيز السياسة المالية والمحافظة على النمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن من المتوقع أن يستقر احتياطي النقد الأجنبي نهاية ديسمبر 2020 عند 51 مليار و600 مليون دولار. وتوقع لوكال ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات في 2020 ب 2% لتصل إلى 35 مليار و200 مليون دولار مقابل 34 مليار ونصف المليار دولار في 2019. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من الجزائر العاصمة المحلل الاقتصادي نبيل جمعة. سيد نبيل، يعني ما تقييمك لمشروع موازنة 2020 في ضوء تصريحات وزير المالية والحديث عن تعزيز السياسة المالية والمحافظة على النمو الاقتصادي؟ بالنسبة لقانون المالية 2020 نرى أن هنالك دعم اجتماعي يصل إلى 1798 مليار دينار. الحكومة وافقت على دعم الجانب الاجتماعي رغم الأزمة المالية والاقتصادية والشح الأموال في السوق الجزائري، لا وخاصة بعد نقص الإيرادات ب 7% هالسنة، ونلاحظ ان نقص في انتاج النفط ب 20%. رغم هذا النقص بقت الدوله الجزائريه تدعم الجانب الاجتماعي ب 15 مليار دولار، وهذا شيء كبير في قانون الماليه 2020. لهذا نرى ان الحكومه تبذل جهد كبير من اجل الشعب الجزائري، من أجل أن لا يكون هناك تصاعد في المشاكل، خاصة بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة من 19% إلى 20%. يعني انخفاض أسعار النفط منذ عام 2015 وحتى الآن ربما أعطى رسالة تحذيرية لكثير من الدول المنتجة بضرورة تنويع الاقتصاد. إلى أي مدى عكست موازنة 2020 في الجزائر هذا المطلب الملح؟ بالنسبة لقانون 2020 لا يخفى على أحد أن الحكومة الحالية ليست هي حكومة تصريف أعمال، وكان القانون المالية لا يوجد فيه استشراف،
لهذا بقى هذا القانون المالية يسير الفترة الحالية تاع شهرين، لأن الحكومة ستذهب بعد الانتخابات. نعم. لهذا نرى أن هذا القانون المالية تكلم على الشركات الناشئة وشركات تكنولوجية بدعمها وبنزع ضرائب على هذه الشركات، لكن الرؤية لتنويع الاقتصاد غير موجودة في قانون 2020. نعم. أخيرا، استقرار الاحتياطي كما يقول وزير المالية عند 51 مليار و600 مليون دولار في 2020، ما معامل الأمان في هذا الاحتياطي بالنظر إلى احتياجات البلاد من السلع المستوردة؟ نلاحظ أن احتياجات البلاد من السلع المستوردة تصل إلى 48 مليار دولار، وهذا نستنتج أن السنة القادمة بالنسبة للاحتياط العملة الصعبة بخمسين مليار راح ينفد بعد نهاية 2021. بقى للجزائر سنتين استيراد، وبعد هذه السنتين سنصل إلى مشكل كبير في التوازنات الكبرى، لأن بعد نفاد احتياط صرف يبدأ المشاكل الفعلية للحكومة الجزائرية، ستذهب إلى الاستدانة لا محالة بعد سنتين، لأن اليوم عندك 50 مليار دولار والاستيراد 48 مليار دولار سنة. نعم. وإيرادات المحروقات لا تتعدى 33 مليار دولار، هذا بعد سنتين سنصل إلى الحائط، وممكن وبديهي أن هذه الحكومة سترجع إلى سنة التسعينات بالذهاب إلى الاستدانة، إلى صندوق النقد الدولي. نعم. والبنك العالمي ستذهب لا محالة للاستدانة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي نبيل جمعة، كنت معنا هاتفيا من الجزائر العاصمة. قال وزير المالية اليمني إن عجز موازنة الدولة لعام 2019 يقدر بملياري دولار، داعيا إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي، وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى. جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدينا الكرام من القاهرة متواصلة، وفيها نتابع بعد الفاصل. بلومبرغ تضع مصر في قائمة أقوى 20 اقتصادا في العالم. أهلا بكم من جديد في السوق. نشرت وكالة بلومبرغ تقريرا حول الدول العشرين التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024، ومن بينها مصر والسعودية. وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إن هناك تحسنا ملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% على مدار العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة من تغطية الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى تراجع معدل التضخم عن مستوى أسعار السلع والخدمات ومعدل البطالة. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهات الغد بوسط القاهرة المحلل المالي والمصرفي وائل عنبة. سيد وائل، يعني ربما يرى البعض يعني غموضا أو ربما مبالغة في وصف بلومبرغ بأن مصر ستكون ضمن أهم أو أكبر 20 اقتصادا تحرك العالم في عام 2024، ما مدى صحة هذا التوقع؟ احنا هناخد هذا التوقع من اكتر من زاوية. الزاوية الاولى ان الاقتصاد العالمي نفسه بيتباطأ، في حين ان الاقتصاد المصري بيحقق معدلات نمو زيادة. الفترة اللي جاية الاقتصاد العالمي سيزيد في التباطؤ بسبب الحروب التجارية. نيجي لارقام الاقتصاد الكلي بقى في مصر، معدل نمو 6% بنستهدف 8% خلال الخمس سنين اللي جاية. الاحتياطي النقدي بيوصل لقمة تاريخية وبيزيد. معدل الفايدة سينخفض خلال السنوات القادمة. سعر الصرف يعني في استقرار، وهيكون في صالح اللي بيستثمر في مصر، لأن أنا بتوقع ارتفاع الجنيه المصري في الفترة القادمة،
فده هيكون في صالح اللي بيدخل فلوس في مصر. حاجتين بقى تانيين مهمين جدا، الحاجة الأولى الاستقرار السياسي والأمني، وده رغم التوترات اللي حوالينا في المنطقة الحمد لله مصر فيها استقرار سياسي وأمني كبير. الحاجة التانية احنا اقتصاد فيه 100 مليون مستهلك فعال. يعني ايه مستهلك فعال يا أستاذ حسن؟ يعني هرم الاحتياجات غير مشبع، فأي مشروع هيتعمل هينجح نجاحا باهرا، سواء مشروع فول وطعمية بجنيه أو فيلل بعشرة مليون جنيه، في الحالتين هينجح نجاحا باهرا لأن عندنا 100 مليون مستهلك فعال. الحاجات دي كلها هيبقى لها تأثير على الاقتصاد في الفترة القادمة بجانب بقية الأرقام بقى الاقتصادية اللي بتعلن تباعا. نعم، ولكن ربما هنا يرى البعض أن يعني مصر تنطلق من يعني هذه المعدلات من النمو تنطلق من معدلات منخفضة نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد منذ نحو 8 سنوات، وبالتالي فإن تحقيق هذه المعدلات متناسب مع ما كان عليه الاقتصاد، بينما الاقتصادات الأخرى في الأصل اقتصادات قوية. اقتصاديات قوية ولكن معدلات النمو فيها ستضعف في الفترة القادمة، ودي تقارير صندوق النقد. يعني هو دلوقتي بيتوقع الاقتصاد العالمي كله هينمو 3%، والسنوات القادمة هتقل بسبب زي ما بنقول الحروب التجارية، في حين الاقتصاد المصري دلوقتي معدل نمو حوالي 5.5%، بنستهدف الخمس سنين اللي جاية 8. فإذا عندك اقتصاد بيستهدف معدلات النمو أعلى، وفي مقابل اقتصاديات أخرى معدلات نموها هتقل بسبب ضعف الاقتصاد العالمي. بجانب زي ما بقول لحضرتك عندنا بقية الأرقام الاقتصادية كلها جيدة. السياحة النهاردة بتحقق قمة تاريخية حوالي 12.5 مليار دولار، وبنتوقع أنها تزيد. معدلات البطالة بتقل، معدل التضخم بيقل، الأرقام دي كلها طبعا المؤسسات العالمية بتبصر. أرجو أن تبقى معنا سيد وائل عنبة، يعني ولدينا الخبر التالي، حيث أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ. وزاد عدد السائحين القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ. وزار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح في عام 2018 وحده. سيد وائل نعود إليك مرة أخرى، وكيف تنظر إلى هذه الخطوة وأهميتها؟ خبر جيد جه في التوقيت المناسب. أنا لسه بقول لحضرتك أن إيرادات السياحة السنة اللي فاتت حققت أعلى رقم في تاريخها. الخبر ده بقى سيعزز هذا النمو. الخبر ده هيسمع في حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى في سعر الصرف، أن الجنيه أمام الدولار، الجنيه سيقوى، الدولار سيزداد هبوطا، وده لسه بنقوله لحضرتك أنه في صالح من سيستثمر في مصر. الحاجة الثانية أنه يرفع من الاحتياطي النقدي، النهاردة الاحتياطي 45 مليار. الإيرادات السياحية بيبقى لها تأثير كبير جدا لأنها بتسمع في أكثر من مجال. على فكرة في حوالي 5 مليون مصري بيشتغلوا في قطاع السياحة غير أسرهم طبعا، فيبقى لها مردود كبير جدا. يتبقى بقى بقية الدول اللي كانت عاملة أي حظر على الطيران، إنه أعتقد هيتشال هذه الحظر تدريجيا. الحاجة الأخيرة إن التوقيت مناسب جدا، احنا داخلين على الموسم السياحي المصري، هو موسم الشتاء شهر 11 و12 وعاد الكريسماس ويناير وفبراير، ده موسم. فأعتقد إن القرار جه في توقيت مناسب، ولسه كنا بنتكلم في هذا الموضوع والحمد لله. أشكرك شكرا جزيلا المحلل الاقتصادي وائل عنبة، كنت معنا من استديوهات الغد بوسط القاهرة. ونبقى في مصر ونذهب إلى حي الحرفيين الذي يفتح أبواب ورشه من الصباح الباكر، ومنها من لا يغلق أبوابه على الإطلاق. يمكن لأي مالك سيارة أن يجد حلولا لمشكلاتها المستعصية، فالأسعار في هذا الحي في مدينة السيارات أسعار منخفضة نظرا لرواج هذه التجارة التي تقل بمعدل 40% عن مثيلتها في أي مكان آخر بأحياء القاهرة الأخرى التي تمتهن التجارة نفسها. أزقة ضيقة لا ترى فيها واجهات المحال من قطع الغيار المتراصة، ما جعلها من أكبر مناطق قطع الغيار المستعملة والمستوردة في مصر. سوق الحرفيين الموجودة على الأطراف الشرقية للقاهرة وتحديدا بمدينة السلام، حركة البيع وشراء لا تتوقف في الحرفيين. هنا كميات ضخمة من السيارات المقطعة والمواتير وقطع غيار العفشة
ما جعل المنطقة تتمتع بطبيعة مختلفة حتى أسست لنفسها قانونا خاصا هو العرف. بيبقى الأسعار هنا بتبقى مختلفة، بتبقى الحاجة أصلي، الحاجة مش من الصيني أو الكلام ده، فالحاجة هنا بتبقى متوفرة إن هي أصلي على أبوها. أي قطعة موجودة، أي قطعة بيبقى زي العميل عايزها بيلاقيها موجودة. لا تقتصر السوق فقط على البيع والشراء، فلن تخرج منها إلا وقد أصلحت عطل السيارة بين الميكانيك والعفشجي والسمكري وبين من يبتكر أساليب مستحدثة في تطوير السيارات. نص شغل التوكيلات بيجي لنا، وفي عربيات بتبقى في التوكيلات فيها أعطال ما بقدرش يوصل الأعطال، بيجي لنا هنا احنا بنوصل لحاجات زي كده. احنا مثلا ايدينا في الشغل او في العربيات اكتر من مناطق كتير بره. صنع اميز من بره بكتير كصناعيه وكفنيات وكده، يعني العربيه هنا بتيجي مقلوبه معجونه بنرجعها زي ما كانت. يعرف مالك السيارات في مصر سوق الحرفيين جيدا، فهنا تباع كل اصناف قطع الغيار المستعمله سواء الايطالي او الفرنسي او الصيني او الكوري. احسن حاجه هنا ان كل حاجه متوفره، تنزل لعربيتك اللي انت عايزه تعمله وتمشي، ما تلفش تاني. ده متخصص كذا، ده متخصص كذا، كل واحد متخصص في ماركه معينه في قطع غيار وفي الصناعه في كل حاجه. في عهد الرئيس السادات أنشئت منطقة الحرفيين، وخلال وقت وجيز تحولت لأهم حي متخصص في علاج كل ما يتعلق بالسيارات. تظل سوق الحرفيين من أهم الأسواق التي يلجأ إليها مالك السيارات بصورة شبه يومية، فهنا ستجد كل شيء من الإبرة إلى الموتور. كريم الشيخ الغد، القاهرة. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم في السوق، وفي الختام دوما تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. لبنان يرفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء والنواب. الجزائر تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى ما فوق 50 مليار دولار. ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم، إلى اللقاء.